السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا مره اخرى في قناتكم ساره انتصار، قناه 100% ديال الدار. كما كتعرفوا بالنسبه لاباتيسري كنحتاجوا في شحال من وصفه كنحتاجوا الجليكوز، وشحال من مره على ود معلقه ولا جوج ديال الجليكوز كنقدروا اننا نستغنيو على ديك الوصفه تماما. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا الطريقه ديال الجليكوز في البيت بطريقه سهله ومبسطه وناجحه 100%، والاهم انها اقتصاديه، يعني ما محتاجش نشري بواطه كامله، بامكاني في الدار نحضر كميه يعني كافيه جدا. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج كاس ديال سنيده، هنا غادي نحتاج الماء. بالنسبه للقياس ديال الماء كما كتشوفوا عندي قل من نص كاس بربع، يعني عندي نص كاس حيت نقصت منه ربع ديال الماء، ربع كاس ديال الماء. غادي ندير قبيصه ديال الملحه، وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال عصير الحامض. اول حاجه غناخذ السنيده ديالي، غندير الماء، شويه ديال الملحه، واحد القبيصه، وغندير واحد معلقه صغيره ديال عصير الحامض، وغادي نشعل عليهم على نار هاديه. من بعد ما يبان ليا غلا ديك الساعه غادي نشوف الطريقه كيفاش نعرفوا ان الجليكوز ديالنا وجد. هانتوما كتشوفوا بعد ما كيوصل الخليط ديالي لدرجه الغليان، كناخذ واحد السلافه درت فيها الماء، كنصب فيها شويه، الا تجمع لي على شكل كره نعرف ان الجليكوز ديالي وجد. كما كتشوفوا انا باقي سائل، باقي يعني ان الجليكوز ديالي باقي ما وجدش. نبقى كل شويه نقلب حيت راه كيوجد بالزربه وما خصوش يقصح ليا. مازال انا خليته مازال واحد شويه، دابا هو نصب الماء، ها هو قريب شويه يعني دابا بدا كيتشمع ليا. ملي كنشوفو بدا كيتجمع يعني خصني كل شويه نبدا نجرب. هانتوما كيما كتشوف انا دابا ملي غادي نصب ها هو كيما كتشوف، ها هو تكون ليا على شكل كره يعني انه وجد. ونديرو في ديك الساعه نصبو في اناء زجاجي ونستعملوه الوقت اللي بغينا، ومن الافضل اننا نستعملوه يعني ملي نكونو غادي نحتاجوه عاد نصايبوه، وديك الساعة نقدمو لكم بالصحة والراحة. وإلا عجبتكم الوصفة ديالنا متنساوش أنكم تابوناو معنا في لاشين وتفعلوا الجرس دائما باش يوصلكم الجديد، وإلا عندكم شي تساؤلات ممكن تخليهم لنا في لي كومونتيغ وفي وصفة قادمة إن شاء الله.